اقول لحضرتك ان كلنا شفنا النهارده المشاهد اللي حدثت في مدرسه الفخوره، واكيد كلنا متالمين لهذا الوضع، لكن ده ما يخلكش تنسى ان هم ما بيعملوش كده غير مع المدنيين، وده طبعهم وديدنهم من ايام نبي الله موسى ثم الياس واليسع الى غيره من انبياء الله عز وجل. شفنا، اقرا كتب التاريخ واقرا القران الكريم، ده طبيعتهم وديدنهم، ده منهجهم، وده اللي بيتربوا عليه يوما فيوم. عشان كده هم بيحاولوا يغيروا في مناهج التعليم بتاعتنا. بل نتنياهو قال لك عايزين نغير مناهج التعليم في القطاع، بينما مناهج التعليم بتاعتهم هم بيقولوا لهم كده في المدارس ما تسيبوش شجره خضراء، ما تسيبوش اي مبنى قائم على حيله. ومع ذلك هم ما بيعملوش شيء غير في المدنيين فقط لا غير. نعم، في 200 واحد النهارده ارتقوا الى ربهم من مدرسه الفخوره في مشهد يؤلمنا ويغضبنا جميعا، لكن هم غضبانين اكتر بدليل اللي قاله ترامب امبارح وعن حجم الخسائر الاقتصاديه والعسكريه اللي هم بيعيشوها، بدليل الانقسام المجتمعي الحاد داخل اسرائيل اللي بيتحرك النهارده اكتر من 20,000 اسرائيلي علشان يحاوطوا بيت نتنياهو، علشان يطالبوا بالتوقف من اللي بيعمله بسبب ما تقوم به اللي في غزه لما بيصدروا الفيديوهات للي موجودين عندهم. هنعمل لكم ايه؟ الطيران بتاعكم اللي عمل فيهم كده، خد ادي. ازاي تعرف تدير الحرب النفسيه والحرب العسكريه بامتياز؟ عايز اقول لحضرتك ان النهارده اسرائيل بتدرس سحب نص القوات من اللي هم دخلوا بريا علشان خاطر دول احتياط بسبب ما يعيشوا الاقتصاد الاسرائيلي، الاقتصاد الاسرائيلي داخل في 100 مليار دولار خساره. عايز اقول لحضرتك ان نتنياهو لاول مره في تاريخ اسرائيل بيطلب قروض، بقى عامل زي ابن خالته السيسي، بيطلب قروض علشان خاطر تمويل ما يحدث بالنسبة له. لا، هم بيعيشوا اكتر من ان احنا بنعيشه. امبارح قال لك 62 آلية، النهاردة 11، النهاردة قائد كبير جدا جدا جدا، بل هو الرتبة الثانية من قوات الدخول بريا. اتعمل النهاردة شاورما، النهاردة كان بيعمل شاورما على الجريل. اي والله العظيم، قال لك ده في الوسط ولا على التخوم الشمالية؟ قال لك لا والله، كان هو اتنين على التخوم الشمالية اتعملوا شاورما، واربعة خمسة ستة كده في الوسط. هم برضه بيتألموا، بس في فرق ما بين ألم بشرف انت بتواجه قوة بقوة، وما بين هو ما بيقدرش يرد عليك غير بالمدنيين، وده لا يعد أدنى 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 درجات الانتصار. هو بيمشي معهم بمبدأ ايه يا جماعة؟ العض على الأصابع. هعمل كده في المدنيين لعل وعسى انك ترفع راية الاستسلام، وده مش من طبائع من قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم. من خذلهم كتير، من خذلهم زي مصر اللي النهارده صندوق النقد الدولي بيناقش يرفع الشريحه لمصر. يا ابني انت مش راضي تدينا الشريحه، يالا انت مش راضي تدينا الشريحه اصلا. يقول لك لا، صندوق النقد الدولي بيناقش الشريحه ان يزود الشريحه الثانيه لمصر. قال لك علشان انجازات السيسي، انجازاته الوطنيه ناحيه ولاد خاله. يا اخي برضه، يا اخي من البر ان تود اهل ود ابيك، فما بالك بخالك والخال والد. عشان كده السيسي قال لك هنديله 10 مليار دولار وهنزود له الشريحه الثانيه من صندوق النقد الدولي اللي هو ما كانش راضي يديله اصلا. وملك الاردن الجميل اللي والدته سيده بريطانيه لطيفه، والدته البريطانيه، ملك الاردن قال له خد يلا انت كمان 900 مليون دولار مكان بدل سكوتك، يلا 900 مليون دولار خد اهو، خد ده كل واحد على قده بقى، خد يلا انت 900 مليون دولار. لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم افاعيل تركي آل الشيخ اللي طالع يروج لماكدونالدز وهو بالظبط عامل زي اللي ماشيه يعني ما لقتش شرفها. بالظبط طلع التركي آل الشيخ بنفس الشكل ده. لا يضرهم من خذلهم في آل سعود والحفلات والرقص اللي بيعملوها، هم بيعودوا الى عصر الجاهليه، بل كان الجاهليه عندهم مروءه عنهم. لا يضرهم من خذلهم على ابن زايد وابن راشد اللي الاثنين كل ما يتواصلوا مع قطر ومع الاداره القطريه يكلموهم عايزين بس يبقى خرجوا اللي اتخذوا يوم 7 اكتوبر من القطاع. طيب ما بالنسبه للي موجودين عندهم من سنوات طويله؟ طب بالنسبه للمشاهد دي؟ صم بكم عمي. لا يضرهم من خذلهم في ولي عهد البحرين اللي والله العلي العظيم عايز اقول لحضرتك ان شبشب معاليك اشهر منه. ولي عهد البحرين طالع يتكلم على اللي حصل يوم 7 اكتوبر وبينسى ويتناسى ويتجاهل اللي بيحصل طوال ال 40 يوم ولا ال 42 يوم اللي فات. لا يضرهم من خذلهم. نعم بنشوف مشاهد كلنا بنتألم منها، لكن على الناحيه الثانيه لازم تبقى فاهم وعارف. مفيش حد يا جماعه، انت عمرك ما هتاخد حقك بالدلع ولا بالطبطبه، عمرك ما هتاخد حقك لا بالدلع ولا بالطبطبه. الحقوق لا تؤخذ الا عنوه، حقك اللي انت بقالنا 70 سنه 80 سنه، ده محمود عباس قايم بدور الزوجه المطيعه لنتنياهو اكتر من زوجه نتنياهو ساره، سرسور الدلوع اللي مخليها يا ابن نتنياهو بره اسرائيل. محمود عباس قايم بدور الزوجه المطيعه اللطيفه لنتنياهو. نتنياهو اداله
اداله حتى التراب اللي بينزل على حذائه؟ لا. طيب ايه الحل؟ ايه النتيجه؟ مفيش نتيجه غير انك لازم تثبت نفسك امامه، وعشان تثبت نفسك امامه لازم تكون فاهم فرق القوه، هو شوف هو ايه ومعاه ايه وعتاده ايه ومين بيدعمه، ولازم تشوف انت معاك ايه، والكل بيتآمر عليك. وعايز اقول لحضراتكم، هتولي مشهد واحد من مشاهد سيدنا النبي، او من مشاهد سيدنا عمر، او من مشاهد سيدنا خالد بن الوليد، او سيدنا سعد بن ابي وقاص، او عمرو بن العاص، او شرحبيل، او عكرمة بن ابي جهل، او اي من مشاهد الابطال العظماء دول، مشهد واحد فيهم احنا انتصرنا عشان كان عددنا كتير. هتلي مشهد واحد من القادسية وسعد بن ابي وقاص، او من الروم لما كان مع سيدنا خالد بن الوليد من اليرموك، هات لي مشهد واحد من بدر، من الخندق، من اي حنين، ده الايه القرانيه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم. شوف احنا، هات لي مشهد واحد احنا انتصرنا علشان احنا عددنا كبير او معانا عتاد. احنا لما بننتصر بننتصر بالايمان، نحن امه ان امنت بالله حق الايمان انتصرت، نحن أمة إن بعدت عن دين الله لو ملكها الله كنوز الأرض هزمت. وده الوضع اللي احنا بنعيشه. مصر فيها من الخيرات ما يجعلها أغنى بلاد الله. شوف مصر عاملة ازاي، بيقال عنها الدولة المتسولة. السعودية فيها من المليارات ما تكفي. تعالى شوف ترامب لما كان بيطلع يتكلم عنهم بيقول للملك سلمان ما تقدرش تحمي مؤخرتك اللي أنا اللي بحميها لك ولا طيارتك. شوف الإمارات، شوف معانا فلوس أهو لكن بعاد عن دين الله، فربنا بيجعلهم إيه؟ أذلاء. شوف أهل القطاع معاهم فلوس ولا يملكوا شيء، لكن ربنا جعلهم إيه؟ مرفوعين الرأس. وده شأن الله عز وجل في خلقه. نحن أمة إن آمنت بالله حق الإيمان انتصرت، وإن بعدت عن دين الله هزمت. وده الوضع اللي إحنا بنعيشه الآن. حاجة برضو على الماشي كده، أكيد كلنا شفنا المشاهد اللي حصلت في مدرسة الفخورة ومن قبلها وقبلها وقبلها، أكيد كلنا بنتألم والله، أكيد والله كلنا بنتألم، أكيد طبعًا. لكن عايز أقول لحضرتك النهاردة، لما يكون ست ضباط من ضباط الصف الأول في التوغل البري يركبوا السبنسة، يبقى لازم تعرف يا ابن عمي لما يكون في ستة من الصف الأول ركبوا السبنسة وبقوا شاورما، النهاردة العدد الطبيعي من الجنود كام؟ منطقيا يا راجل أبوس إيدك احسبها مع نفسك، ستة من الصفوف الأول ومنهم واحد الرتبة التانية في الدخول البري، في قوات الدخول البري، النهاردة حصل اللي حصل ليهم. ده معناه الخطوط الصغيرة اللي هم الضباط والجنود اللي هم الاحتياط، ده معناه ايه؟ ما انت برضو لازم تحسبها. معناه ان العدد كتير جدا، معناه ان العدد فوق ما يمكن لكم ان تتخيلوا، معناه ان والله عددهم جنود من دخول بري. انا لا احدثك من يوم 7 اكتوبر، انا احدثك من يوم 27 اكتوبر بداية الدخول البري، عددهم معدي 800، معدي 800. فانا بس كل اللي عايز اقوله لحضراتكم، نعم كلنا نتألم مما حدث في مدرسة الفخورة، لكن الملثم ورفاقه طبطبوا عليكم النهاردة ووروكم انهم يتعاملون معاملة الرجال فقط لغير، وما بيعملوش شغل في المدنيين ولا الحوارات دي، لا هم مورينهم الأمرين. أرجوكم تابعوا الإعلام الإسرائيلي أو السعودي، مش هتفرق كتير، تابعوا الإعلام الإسرائيلي، شوفوا النهاردة بيقول إيه. نتنياهو بيدرس ان ياخد قرض، عايز فلوس، كل حاجة واقفة، الحياة واقفة تماما، بيدرس ان هيسحب قوات كبيرة من جنود الاحتياط، وده عشان منتصر بقى ولا علشان ايه؟ ما انا عايزين نفهم. لكن لما تيجي تقيس الوضع بتاعهم بعيدا عما يفعلوه فينا احنا في المدنيين، فهنا بيصدق قول الله عز وجل، ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. سلام عليكم.